وهي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. استدل بالآية على أن الساحر كافر، قد يكون كافرا لقوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال بعض العلماء: الساحر ليس بكافر، لأن النبي قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. ففرق بين الشرك وبين السحر. والتحرير يقتضي أن هناك تفصيل أيضا في أحوال الساحر وما يأتي به وما يدعيه.